بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إم ذكال ثم ذكال لأنه من يذنغي اللس ذقور نغمطانيا أو النينيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون سلفرح ديما غير كون دنت سمليل غساكني سيكوال نعيو بصح مدى من فكاية ونتسي عادو إلا شي طحق تزمرتي وكن إن شاء الله أكون دنقابل داغنا السيئة غنكمل أكون دنقابل. وعليكم السلام صوفيا نيما أي يو كبارك ربي كتشي توشولتي مرة وأكون الصوت ربي غوين ثمنا. على كل حال عيون تاغ سلبارتاج عيون تاغ زوزر السري ذيا قبالا كي وكنيا أذي وططس يعني غيم ذنن انستغل لك 40 دقائق قرما 45 دقائق ما يحيي رب العالمين يفكي غضان الجهد التزمرث يوكلني ان شاء الله ان سقردش كري يستقسين النون يشدن غرثة غوصي وين الدين يلس نسقردش لما خمسة ست ساتك ولما 12 يعني يستقسين ونسرد في اللسن ونصوت يعني غير اللي بغينا نغثي كوال ما إلا ذي رمضان نحاز ذكيا ألما يعني 300 نتغوسي وين أقل غيد يعني ندنا مشوار خير الله تقارا نتمو السنين يشدن يعني غير الدين ثمو السنين يدي وين تسعو يالي نسلم يدي قار وشبحنا النبي صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم ثمو السنين ذي الفرض أفكري لان ذي نسلم أنت ثامو السنية ثامو السنية عن الدينيس فشو غري يبد الدينيس أين مقارن المعلوم من الديني بالضرورة أين لند العقيدة أين شدن غل العبادة أين شدن غل الحلال الحرام أين شدن يعني غل الأخلاق يدي وين غذي عشي السنت يعني ينسلم تيخلين غلان يدي وين غذي يدو فلس يعني ينسلم سنكين العلم يم إلان إفرضي ربي غفكري إلان دين سلم الوحي تين سلمت جايني شدن غير الدين نسني وكنا تبدد العقيدة نسنا تبدد العبادة نسن إلا يون العلم إلان إفرضي ربي سبحانه وتعالى ذو فرض كفاية في الأمة ما يلقوا من سيس يعني خيرا ريلين خفانا نشتنيا يعني شاطن ديوان شتنيا اثن لوما ياكوث تساوي راه الذنب بصح ما الا لوما ودفكيا راه صورس واذا ريت خصني تمسالي نتمو السنيا الا فرض كفايه. دا شو المعنى فرض الكفايه؟ يعني فرض وقع على الجميع بحيث اذا قام به البعض سقطت المسؤوليه عن الباقين واذا لم يقم به احد اثم الجميع. أم في مسنوين مرة يخطن يعني الدين في مسنوين يسترثي في مسنوين يتذمسا في مسنوين يطب يعني ذوين يعني الصحة تزمر ومذان في مسنوين الحسابات اللي ماتيماتيك الجبر في مسنوين يهني القاعة البحر كل شيء يغدي الزين مرة في مسنوين ويا ذي الفرض إلا فرض كفاية على الأمة. أما ثم السنين الدين ثم السنين الدين خرصوم يعني ثم سالي قلان يبد في اللسنة الدين كي ينسلم ثي سلمت ثي غرنص فرض العين فرض العين يعني افرضي ثنت ربي اكني فرض تظلي ثغفيا ليون يونو رزمير ادي الظالق مكان ويطنين يونو رزمير ادي زوم مكان ويطنين فرض على عين العين بمعنى النفس كل في نفسيث افرضيت ربي سبحانه وتعالى في الله سدنيني جاء فلان بعينه بعينه هكذا المعنى ينس بنفسه. اذا فرض العين ذي الحاجه يفرض ربي في كل يونا في يلي وندينا فرض الكفايه ذين يفرض ربي في الله ذا جمال ومن بعد واش قام الى قومنيس شرم مدن ولازم قومن كان شرم مدن سيس وزميرنا راه العباد ذيك لازم ما ينضل طبا وزميرنا العباد ذيك لازم ما يعني دريز انجينيور وزميرنا العباد ذيك لازم ما يدين المذن وزمير ديس المذن يعني لابد يثمتي لازم شطح 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 يوكلني ادن بنو يوث تيمتي الا ثقوم عيون تاغكني ونانيغ مازالو ساعة غير على الطابلة تجاري فاسني وكنا بارطاجي يعني بارطاجي زوز زرت سري ذيا يكراوي تواليم يعني تبغي ما تيتسلسم قلي جروب
اتصل لجروب جيلان يعني انا بجاي اتصل لجروب القبائل اتصل لجروب يعني انا ذي تمورث ذي برا تمورث ذا غني عرفت وكني غادي تبارطاجي بامكاني وقدمت غادي يعني ان شاء الله افوز افوس يعني كما غادي افوز ان شاء الله وكني غادي يوت السريه هي غطس يطلي عدان 2000 وقيل 500 غيلان ولا السريه هي غير ميد العشاء ذيني ولا كاين هسا ان شاء الله نبغى اذيا وطر وطس يعني يمذانا دي كان كلاباجينو اقلي كون ثوطم 115 يقلان طفارن دي ذنا عيون تغشي طوح بارتاجيم 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 اكلي نغذى النومية اي ثماثين اثي ستماثين غورنا غي استقسيني ديك صغ يطلي الواحد صندي طلي صندي طلي اللي مازالو دفوكا راه استقسينا النيا يطلي رنيا ديك صغ داك واحد خمسة ستة يسقسينا اكثر انا عرضت هذا نتمس لي في اللسان طومبولا واش الشيخ ديقار براش مالك براش طومبولا الشيخ واش قال الدين نورمالمون نورمالمون على العموم اش موري اللي في اللاس المعنى ينس يعني غيون هذه الزنز الحاجه وهذه خدمه نشتني التاويل يعني طومبولا هي ادي السجل مثلا يوث نغس ناث ثلاثه ينس العينس إيوا إذا كنا راه دياسن إيوا إذا كنا راه دياسن لازم هذه لي غنثوغيت الحاجة نيغ لازم تسيري الطومبولا راه يلين ولاش زيس هذريم باش تسيري غادي الحلال ماشي غاتخلصت ماشي غاتربحت وإنما أتاغت الحاجة تحوجت أتروحت فعلا نياك باللي تحوجت الحاجة نيغ ومن بعد توفيت باللي لا طومبولا غفانشت نيغ يتسمى ثوغيت وهذه اللي غيسميك يعني جر الدين غتعل ثوريق فيك تبدات راهي علن ثوريق فيك دباب نسل عني ومن بعد اسمي راهي عدي الوقت هذه خدم يعني في صغرت هذه يرثى صغرت وإذا كيدي فغند وإذا كني غير يربحن انشتي يعني مفنتيد الزمان النغذي وث الحاجه يدي جبدني يعني العباده راهي صغن فما الا الطومبولا السلعه غير ثغط وتسيري السومينس يعني قوم النورمال وتسيري ثوغي تكشي ماشي تزلت غرضي لا باش غتربحت يعني الطومبولا ني اش موري اللي في اللاس ما الا ذي الحاجه غير تخلصت كانت روحت باش تكشمط كاين شاركي الطومبولا فكد 10000 فكد 20000 فكد 100000 اش نكتب اسمك الطيار تغردينا ثي وتجوزيرا ثي ثبان باللي ذي الطوال تجارة الكلاب يا شيخ هل تجوز؟ نعم تجوز هذه الزنزي وين يقجان وين يبغان يخدم الزيسن اين يبغى وين يبغى ناس يخدمن الى عسى في خميس يخدميت وين يبغى ناس يخدمن يوكن يعني هذه درب افكار الحوايج يخدميت وين يبغى ناس يخدمن الشباحه يخدميت وين يبغى ناس يخدمن يسطويا ذوك المال يخدميت تشوك توقيع راه الزنزق جوني المال الحيوان الزنزيث وكتشمارا قنيه الغاشي غاميني الزنوزاين المواس نغي زنوزاي شقار ماشي كرا وين راه دياسني تاغف يغاف اللي الموس يعني غامدية هكا اسيني ايوا شو تبغيت الموس سيا باش تغطحد نغ باشو تسقشرت تشينا نغ باشو تيزرت يعني يكري لا لا ماشي مطلوب كتشي الزنزيث وكتوقي على ذي الحاجة قلان تحللت وتجارة الكلاب ذا غنيه الحاجة إلا أنت حللت بإذن الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك شيماء في غاث نادجي بارتاجي دون تو لي جروب يا ميك جكوني الله يجازيكم بالخير الور سؤالي سؤالي داين ادنو غال ان شاء الله غير استقسيين يطلي وقيلت كذيد ولاش استقسيين يلا يغصب كيا صغور وثمثنا النغ صح فطوركم دو بارسلون شيماء في غا صح الفطور من غلا الفطور شيماء تقشيش تمطوط صح الفطور ما ولتما امي بارك ربي سبحانه وتعالى ذي قبل ربي سبحانه وتعالى الزينة الزيون ويكون ويدي مجاهد الدين تقوم يعني مليح مليح خاطر يعار ثمرة الغربة غادي زوم ميون يعني اني ذا العباد مارة تتسن رمطان ولا شوارثني عيونا يعني يوكلني غادي زوم اسكو لي زابليسيون سونت اوبليغاتوار بور لا ليكتور دو كورون سور لو سيلولار خاطئ ماشي اوبليغاتوار ودي ورا لازم يعني تتوضا باش تقرا حتى المصحف ماشي كان يعني سوف لان التليفون ينك
وانما انشتي ان شاء الله ولاش زيس يعني ما الا ثقرات المصحف ما حتى ثقرات يعني البورتابل السيلولير وانا كي صغارا ما راه ثقرات السيلولير وتحوشت ان شاء الله يوكلني اتتوضات رياض خالدي قرد جي ان ريستورون اون فرونس اسكو جو بو ترافايي بوندون رمضان جزاك الله خيرا تزمر تتخدمت قرمطانية خاطر ويذني غير ديسن غير غورك ما الا ثوفيت باللي ماشي غادي نسلم ني تسن طك تعلم تفلاسن باللي غادي نسلم وساند ذكرت رمطان وساند تشن تعمد ماشي ضموطين ماشي هذا مسافر ماشي ف يعني تمثلته يعني فيها نظر يعني يويدا مسلي فلاس طاس لانه طاس الا ندي مسافر مساكي وتفنا راه ندارت شن وتفنا راه ندار حبساني موطن بالك بغانا تشن وتفنا راه الى اخره ف ثي يود نعاود في الاستام وغالي كروس يعني خاصة تورا ما إلا شي قرط دي فرنسا المعنى الأكثرية أتخدمت لواحد وإذا كنت زومو يا راه بان باللي وتزومونا راه بان باللي وهني عنا راه الإسلام بان باللي ودرنا راه الولها غار تعالي من الإسلام سعيت الريستورون أذي عين رب العالمين سبحانه وتعالى أشمور اللي بإذن الله عز وجل يونس تقسيم ننادي يعني غايث مثلا دعاو دار غورس فار رمضان سون بري كو ديت فو شيخ جوهري غايث مثلا ننادي ونعاود دبلي وين غيتسامن نستظل يثبلي ثلا ومن بعد تغلبيث تنفسي سي غلبيث الشيطان يعدز يتمني جالس سيدي ربي باللي غادي يمث يا لو هذي 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 الزال وقبل هذي يمث وي غاسوس يزول راه نعديث دين سلام مادام نعديث دين سلام المعنى نسيت سالا ياك ثيمت ان الاسلام تيتم نزوث ومن بعد مادام دين سلام يقول رب العالمين سبحانه وتعالى موسي السبطالة راه يعني العملين سميلو اللي خدمها راه تمثال الشرك بالله ثم قرانين تي ذاك التي تحبط الاسلام فما الا يعني يتسامن باللي فزر اللي ثيم ثيث هذا ارتغد في الله سمول المعمرين غاسي يرحم ربي غيطلي غاسي كمال كمالة وادين ويدي تمقولون الله يغنى ان شاء الله هذا هضر انا مشي الا مولود معمرين الا يتزال الله ولا ثنتان لان ويدا كيبغانا تيسمسخن تيسمسخن يعني ام زروين ورقازيا ام قراني يدف كان طاس يعني يتمازيغ ماشي يتمرس القبائل كان يدف كان طاس يتمازيغ يتروحوا يا لم كان يتروحوا حتى المروك يتروحوا غار ثما ودا نتمرس غي زناتيا غي ترقيا غي مزابيا يسكو الشوط سيا وسيا يوكلني زنت سيقلا البريكورسور دي عليو سنت مازيغ ثاري جمعني ياك يعني ثامازغا ادنيني غا ثامازغا ثفريق ثيا وفلا زنت ساغ ينجر نبريدي ونشتا يمسنا ونطس تورا اثناء الطفر نبريدي سوى كنيا يال يعني لا فاريونت امازيغ ذي تاشنويث تاشاويث تامزابيث تاترقيث تاريغيث تامازيغ تزناتيث تاسنوسيث تاشنويث تقبايليث تاريفيث تنفوسيث يعني غير ماذا تمورثي الليبيا تمطماطيث ذا خريج لاند لا فاريونت بربر يعني اغثاوي يوكل ان شاء الله هاد يوغال تيرقوا سوا شو غاد يوغال وسيف انت مازيغ احرور هكا هاذي رحم ربي يعفو يس نغد يعني العبد رجلين نعود ذا المؤمن المعنى ينس وريت صديع على ربي سبحانه وتعالى العمل ينس ما يليزوم هذه قبل رب العالمين سبحانه وتعالى الخدمه صغورس العمل صغورس عيون تا بارطاجي مقلي كونتو طما 179 الا نديرنا السرير ما الا يوني بارطاجي ونسين ثلاثه العيبه ذي طنين ان نرني ان شاء الله هذه هو السرير هي وطس يعني يمذانا الندوي احمد خلادي يا الشيخ سي لوبلي ابري صلاه الفجر كومبيان دو طون بور فير صلاه الصبح مقل ثالث مثلا مادام يدن ان كارو المعاني نسي كشمل وقت نتظلي فن الفرض يشاطيك يكون كل حن كرام مدن يكون قارن خاطي مازال وريك شي مره لازم تقيم تان كاردر لازم تقيم 20 مينوت لازم تقيم تزق ساعه تي ذاك هي كلتي بليطين تي ذاك هي كلتي مشكوكال توالام ما الا يدن المد نان كارو المعاني نسدايا يبدا الوقت نتظلي فن الصباح ومن بعد
نكني نسعى الرتيبة الفجر تا يومين قار الفجر إلا السنة مؤكدة سنات ركاعين تفسو سانين أنت الظلي وندفير يعني أن المدن أني أنقار عندي دي قار المؤذن الصلاة خير من النوم هكا أذكر كرا دي الظلي ونسنات نركاعين الإمام قل الجامعي وشو يتعسى غايث مثلا يتعسى الحق المدن يوكنو هني حرم راه قال الخير نتجمع في الخير نتظليث كدوس يعني اقرا وني نتظليث خاطي ذايا كان هي يتغامي بالك 10 دقائق قد يقيم 4 ساعة قد يقيم 20 دقائق يزمر الحال غفان شتايا فقط ولا غير واما وين راه يظلني مانيس ايوا شرا يقيم هذه راجون 4 ساعة يزول الفجر يفوكيث أدي كر أدي قام الصلاة أدي الظل فظل في نس من الصباح نعم ما حكم لعب اللوطو مقل ثالث مثلا ما إلا يوان يلعب لوطو وين سنيد داشو المعنى ينس وعلي ما ما إلا لوطو إلا لوطو ما إلا كم الباري سبورتي في كلاكي ويبان باللي ذي القمار ذا غنيا إلا لوطو وين نجمع اللعبة ذي حد القهوي يحد متقان نغي حد ال إيجاراج أنا كي أكيد شفيع في الناس زيكا والله ثقريون الزرغرة تورار من الغاشي لوطو هاي بالك هاتي كي نتوذرين مازال إلا بصحيح مدينين محسوب يروح محسوب أذن نجماعا ومن بعد ديا سيوان أسندية وين أتروح تتخلصت يعني ما راه مثلا تخلصت 10,000 باش غاتدمط يونو كارتونا كي في الناس بزاف اللي نيميرو ومن بعد أدي غار ومن بعد تسد خير الله يقلان خير الله يقلان كل يوم زاد سي بلاطان نغ في قبوشين ني نتقراوني نزجاج الكازوز نغ كرا ومن بعد تي ذاك ني كل مره ادي غار ادي تكسكي ونوشكار كايا اكيد شفيغا ادي تكسكي ونوشكار لي ميميرو ادي تكس او داعيه 30 وني ساعه 30 هذه سارس دينا وين 25 70 هذا سروسين سروسين رمي وين وقيلا يعمر ديب كل النيميرو يقول لنا فو كارتون ينس ولي كارتون ني يسون ديفيرون يمكن ما يهمناش ذا الكارتا ذا الدومينو ذا لوطو ذا الضمة ذا لي جو دي شاك ذا الكارتا تعمرت الباري سبورتيف ذا تيرسي كلش خير ما إلا شمن زي سي صورة ديان هذا يغلد القمار هذا يغلد الميسير ما يلوناش زي سي صورة ديان تسعد دايما الوقت هذه سهل ربي ينودينا ذا الحرام رياضة عقلية تبغي ما تعدي من الوقت تبغي ما تصطام تبغي ما تعلم لومبيونس اش موري لي ولكن ما الا شمن الزيس يصور ضيا يلي حالة هي هذه يغلد الحرام كيف كيف هم دو زيكيب مثلا هذا على الطوال هذا روحنا ذرار ليجان سي 11 ومن بعد هذا مطوالا 100,000 ليكيب نغ 150,000 نغ مليون نغ وذيك يخدمنا كرار نني ها و 10 مليون ساعة 10 مليون ساعة 15 مليون ساعة 15 مليون ساعة يكل تي ذاك يكل ذا القمار ذا الميسير كبيرة من كبائر الذنوب في الإسلام ربي سبحانه وتعالى قرد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما إثم سبحان الله وإثمهما أكبر من نفعهما بلك كي كلح الشيطان سنفع عني بالله لك تربحت لا والله ما تربحتش ما ورب العالمين قال يطنين قرد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ويوم قر القمري الطوالية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سبحان الله ذا استقسير إلا أني بغاك دين يعني وتر مرة طار وتقرع مرة وتحبس مرة يعني أفتخنا الناس هنايا فهل أنتم منتهون سبحان الله يقيم
انه ادنا هضر في وسط الحاجه اسمرتي لي اون تروازيام بارتي اون تروازيام بارتي نكي دي ديك نتسورر في الحاجه تلاي اون تروازيام بارتي تخدم غد جائزه ذا الدوله اون كومباني ذيون العابد تدارت اوتو قعاره تعلى غد يوصل الجائزه نكني نتمززل في اللاس وين راه يربح نياويت ويوتوس مرض طوال او نفكر المثال انا على مسابقه حفظ القران الكريم اه نتكرم مثلا مديريه الشؤون الدينيه والاوقاف هذا مزازل غير ثقارة يزمع حالة ربح عندي ذريمان هذا ربح عندي ميكرو اورديناتور هذا ربح اي نبغون ربح مثلا يون اسوسياسيون في بور بريزيرفي مثلا يعني الباروض لي تراديسيون نوبشكيت اكسيتيرا وسان ديونو بري ذاك واحد ثلاث سنين اربع سنين كي سقسانية في لامرية ننادون فاور كان يعني انخدم يوث انت مزيزلت ونكني نسجدد باللي غا منزو هذه اسنفك يعني يخري وين غرس مثلا اسنفك قرواش وين غرس كي وين غرس المهم نغد لي صوم يذري من نغا سخي ماشي ذنو هني ارد فكني يذري من اني نند لا يون كوتيزاسيون باش لاسيورونس باش نخدم اكسيتيرا لا يون كوتيزاسيون ني غاس ما يلزمر مام يزمر حال مام على لا كوتيزاسيون ثم زيان تمي ماشي تيناريك شمن يعني جارز النيا لو تيتر النيا على ذا وين ذا يجوز وين كان ما الا تزمر مولا لا كوتيزاسيون اللي غاه تجمع تساوي مارا في اللاس انا كارث صفيهم 100% اي خير كيف كيف مثلا ما الا انا على تورنوا دو فوتبول ومن بعد غير ثقارة ثلا يون اسوسياسيون ثلا لا ديريكسيون دو جينيس دي سبور الا حد لي سبونسورينغ سبونسورين انشتني يفكاد لي كادو اكسيتيرا انشتي شمور يلي في اللاس نهضر يلي حالا ان دا شتشي غاتصدمت صغور كاين سوا شارا طولت الواحد ويطنين باش يعني باش ثما غاتربح ثما غاتخسر ما الا ثما غتربح وتخسر يعني غير صورديا يعني الحاجه اللي بيان لا يشارك شرارا تواطن تمطول الطوموبيلات تمطول نخاما سنا العباد خسر نخاما انسان على جل وكرارا قسما بالله العلي العظيم مثلا يعني غندي تصوت يعني الهباله هي مذانا ناس ندي هذو رب العالمين ابار الضراني باللي نصحراشن المال الحيوان ومن بعد مساكيت المال الحيوان اللي تسنس يقول لك سميس لانك كانت تمتاثن سور بلاص اسحر شيء ديجا الشرع ولي جزارة فاذا انت ذير العاده يود يعني اتكس ترى انوالي حد استقسيين دي ودنو غلا غير استقسيين اني غير جاك اني هل ركعتين من الرواتب بعد العشاء تقام دائما بعد العشاء ثم التراويح ام مباشره تراويح فقط يثور الرواتب يتسنو من قر الشفع سيد الشفع شنو قال الرواتب الشفع وقال الرواتب يعني 12 كل تلا لا غنلفجر سنه ثني وقبل نص الصباح ف سيدي كي اذا من الرواتب تبغيتها تعال تقبل التراويح ما الا تزلط يعني خام عليت تبغيتها تسكروت وتسيد السنه النبي صلى الله عليه وسلم ها تجتر مدين تفك ثمانيه ركعين التراويح اكنا يا خير ولكن تزورتيت تسكراتيت اش موري اللي باذن الله سبحانه وتعالى لا انوالي السلام عليكم ما هي كيفية سجود السهو عند نسيان شيء أثناء الصلاة وشكرا ويولا لازم نصدر سيمانيس بصح في الليل وفي الحاجة لازم يون هذه السين قبل ذا شو فرائض الصلاة هذه السين ذا شو سنن الصلاة خطر ما إلا سهيت الفرض من فرائض الصلاة يا إما تبطل تظليث يا إما تبطل الركعة اللي قاشي سهيت الفرض النية وبالتالي لازم استعوض تير ركعة النية اهتاوي تتفكت الركعة النية أتكر تستعوض تير ركعة النية بلا ما تسلمت أتعوض تير ركعة النية ومن بعد غير ثقيلة تفقد الركعة أريلي من الزيادة استخدمت سجود السهو البعدي ما إلا ثمسلت ثعنا سنن الصلاة لانت سنن الصلاة يعني زمان ادني لما كن زايثنت لانت سنن الصلاه خفيفيثنت شويه
تيلا كيا ما إلا تروح تاسونا الصلاة إلا نزاي سنت سهيتي وتزي سنت تسيالت يعني سجود السهو القبل وقبل السلام ما إلا تزيضت يوتزي سنت تسيالت سجود السهو ذفير السلام ما إلا السنن الخفيفة لازم تدوك لنتسناس السنن في السوسانين أنت تسهوت باش هذه اللي يحتم في الله الشرع أتخدمت يعني وكنا ترقع التظلي فيه تخدمت سجود السهو القبل وقبل السلام ما إلا تزيضت سناث السنن تفسوسانين تساونت ذي ترتب عليك أنه تخدمت سجود السهو بعد السلام ومن بعد زمان رحل مثلا داغن يترتب في لك سجود السهو القبلي ومن بعد ما يدوت السلام سهيتي وتتخدم تارو قبل السلام ذي أثيت غرمت من بعد السلام ولكن يحوج جاونين على الأقل يحوج اون ترونتان دو مينوت وذي لي ونركز مليح باش هذه فهمت مسالتي ماشي يون هو سرتي المذ بصح لازم هذه روح هذه قرا شويه هذه المذ شطح ارمذ ان شاء الله يصوت يوكلني هذه السن هذه رقع فظلي فيس ترقيع الصلاه تسقام يعني سعه التفاوت يفظلي فيس يشط ولا هي تورد نغل غير على وستقسير نوث مثل نغيط الله سلمى رشيدي تقارض السلام عليكم الشيخ S'il vous plaît, est-ce qu'une femme qui a accouché par césarienne peut faire le ramadan quand elle n'a plus ses règles, même si elle n'a pas atteint les 40 jours, ou bien faut-il absolument que les 40 jours de nafsa soient terminés? Voilà, merci beaucoup. Kmeh n'er bien à ultima. Moukul semelih. Femme tous, arayarouen. Atsou, il est même nifes. تورثين رايلين صلاة سيزاريان ولا ما علم يعني هل يطار دارنا نضط نشي طحي إذا من الزيس نغ أتكوها لها لخطر مرا يعني ناس كسن ونكس ميس تفرغ ناس دع بوطي سكيك إلى آخره وتخيطا فعيون أنت يعني أنه إذا من النغ أدفغن ولكن إذا ما الحالة دارنا ندفغن إذا من القسان النغ بس حدفغن الشي طح والله أعلم ولكن القاعدة ذا شوت فمطوث ما يلاث زداي ثلاث مطوث إذا ما حالة تارون ثلاث أيام من بعد اتكيو كذمن يخلص فوك ناسي ذمن فاذا تغال تظلي ثيس الصيام اتغال غرغورس ما تزمر ما تجهد ما الا ان الطبيب من توفان ناس وخام باللي لاباس تجهد ترد تزمر ثيسيك لكي طوفان نورين طرايره ما الا السلطه ثيسيكل ولكن تزدي خلاص تغال تزدي انت فاذا المعنى ينس تزمرات الظال وتزمرات الظوم ثوران تثري يولي ما تزمرات زوم تظلي لازم في اللاس ذي الواجب في اللاس حتى ما الا مثلا صلاة سيزاريا يعني لا وزميرة تشوشفت وقاد فو باراسيون نير اي ثما اتزال ستبلات اتزال ستيموم تظلي فيس اتوغال الصيام ما الا يفكياس يعني ربي تزمر تجهد يوكلني اتزوم اي وقت ثمسالتي 40 يوم وبعض الفقهاء السولين سالم 60 يوم المالكية 60 وسان أغلب المالكية قارن هدرن ضعف ثمطو ثريلين قوم نسحب سن إذا من النفس إذا من النيغن تروث قوم نسحب سن عدن 25 يوم مازال تزال نزيس عدن 30 يوم مازال 40 يوم مازال هكا بعض الفقهاء قارن 40 يوم من كنا دنيني خاطي معليش 42 يوم مازال تزال اذا من سنين مازالك من نفاسي مور تزال مور تزوم واش موري اللي ان شاء الله لانه لن الفقهاء يدي هضرنا في تمثال تايا نند باللي غير ماز 60 يوم ما مدان سين وكورن يعني فوطن 50 يوم مازال تزال زي سيدي من اثي تعود النفس وطن 55 يوم اثي تعود النفس وطن 59 يوم اثي تعود النفس وطن 60 يوم اثي تعود النفس سازكوين داين ولو كانوا الزلند زي سيدمن يعني 61 يوم والزلند زي سيدمن اس 61 النيل ذي اتكرت الشوشف فظل في انساتو غالغر غورس الصيام انساتو اتو غالغر غورس ارجازي سيزم لا تقرب ذا غني فاذا ذويذ المعنى يعني اقصى النفاس يا اما 40 يوم اخر الفقهاء يا اما 60 يوم اخر الفقهاء اي طنين ذوي غير واش مال ولي يعني غادي تدفثو غيسي الغاشيه 60 يوم
ما إلا مازال تمطو تسقطير قدامن 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 تسقطير لم يداين تسمدا 60 يوم أس 61 أتعود ديماني سيال وكان مازال تسقين زيس إذا من أتعود ديماني ستزديانت فهو دم استحاضة وليس دم نفاس دم استحاضة المعنى ينس دم مرض ذي ذمن لهلاك ماشي دم حيض لازم نفرق لا غنيا يار الحيض والاستحاضة ما رثفت كتبت كي دم حيض يعني ذي العادة الشهرية عندي ثلا يعني ربي يسوجد الطمطوث استملالت النيق اللان زياس يوكلني غتارو الى اخره كل شهر محسوبة كي هكا ارمثوط يعني ذينا تعقر من بعد تغلت عقرت يعني لامينوبوز هكا اما الدم الاستحاضة ما ردنيني الدم الاستحاضة المعنى ينس الدم ذي ذمن اللهلاك ديكيريك جرحان ديكيراني سبابا الحصون الى اخره زدخل الوالدي ناس نغز دخل يعني غنسي تفان ثمن لالي النير الى اخره فاذا يعني غي ثمسال تايا لازم اتر والهم مليح ثمطوثة السين يعني الدينيس نبيلة جوهرية جو في فريمون اون شوز دو كور اون كروند بريير بور بابا محمد الدعاء العالي جو ناري با اكسبتي سون ديبار غي صبر ربي سبحانه وتعالى ويكلم ميس عمي ميس عمي ثنا ويكمل عمي من كذا عند عمي اثي رحمة ربي يعفو ياس وان شاء الله اثي جعل ربي الشهادة للامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذوي ذاك يوم يعفى في اللسن سيدي ربي سبحانه وتعالى جن الذنوب نسن دايك الدنيا خاطر يموت سالكوفيد يموت يعني ضربي في نغان بصح سبات اطاسي قلان ويموت سلاكسيدون ويموت يغلي دكم كان ويموت سلهلاك واكسيتيرا ويموت الكوفيد يرحم ربي عفو ياس وهو من شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله هذه يعني وخيبة ربي سوينين منا نذعايس فإذا إن شاء الله ذينا غي صبرا في الناس وغي صبرا في خيري لندي عزيزا روحنا خاصة خرصوم ميلا سوطانيا الكوفيد قنططن قمذان غرويطن إن خاطر نسعى الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن ياس يمذو كاريسي وستيكلت إن ياس أتدرون من الشاهد نعم من هم شهداء أمتي ناس الشاهد من مات في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا يعني ذو النموذن قد طراض يتوفى ربي يعني السلاح الفوسيس هكا هو الشاهد إن ياس الرسول عليه الصلاة والسلام إن ياس إذن شهداء أمة قليل ضغط الشهداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ذروس ناس الله ورسوله أعلم ومن بعد بذات إن ياس صاحب الهدم شهيد وصاحب الردم شهيد وصاحب الحرق شهيد وصاحب الغرق شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والمرأة في جمع شهيدة سبع الصناف ادي بذر النبي صلى الله عليه وسلم وإن أراد يغلف اللس الحاجة أكم الزلزال تغلد في اللس موثن مثلا وإذا كان إن شاء الله أن يعد ربي الشهداء الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدم والردم يعني ذوينا الدغلين تردي والمتردي شاهد يوم الحديث يطني المتردي يغلد يمكان يغلد الصفوطاج يغلد قذرار يغلد فيون وبلاط ضم قران يعني يغلد تغلد سي سلافيون مثلا ف وين الدغلين يمكانك ومن بعد يموت ان شاء الله تعود ربي الشاهد وصاحب الحرق وين يموت نستمس تشاف تمس وصاحب الغرق وين يموت يغضب جاسيف قلب حار زدخل تمذان الى اخره صاحب الغرق شهيد ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمبطون شهيد من هذا المبطون مثلا دوين ريلين يسعى يون وطن وسفقارة يتشدو الزيس يتشدو الزيس لم يثغى ام الكونسير هي لا تومور الكونسير لا لا كيف هي وعران انك لك هي ان شاء الله يعفي صنع رب العالمين مولانا الله لك هي هكا صاحب والمبطون شهيد يعني الله لك يفر مبطون يفر
ومن بعد ذا مي ذاين خلاص وليز مي راه تيقاوم يغالي ينغث لا تيبيركولوز ذا الكونسير ذا لا تيومور ذا وزالي غير الطاس يعني الهلاكات يقلان ذي زين طرد قاص ذا لابانديسيت ولي فقراس يسلم طرد مسكين يعني ذا الحاجه غير فرنزيس طف ثغال تويس ومن بعد الندو المطعون شهيد المطعون ماشي ذو كنا وثنسو جنوية لا وإنما يساد جوال الطاعون أشو الطاعون ذكري لند الهلاك إذا الراع جمذان غرويطنين يعني أم لابس أم الكوليرا أم التيفويد أم الكوفيدي يعني ذي الحاجة قلن تشدو يار الغاشي تزرع هلا هلا تدرع جوا غروة تنططي جوا غروة فالكوفيدي نزمان دنيني هو ما يشبه الطاعون ام الطاعون ام لا بيست هكا فان شاء الله واذا كاين عدي ثنا مره والمراه في جمعين ذا شو المعنى ينس يعني ثنا اثن غث الروثينس ثموث على جل الطوفان نقع بطيس ثموث على جل الطوفان نيموت نا ثموث ميث ميث تسارون نا ثموث جنفاسيس مازال عاد الكيرارا اكن ينقر يثر كنت هكا ثيي ان شاء الله ضغنة يعود ربي سبحانه وتعالى من شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلكي الله راه كيفية سجود السهو داين الله يبارك فيكم وذاك بارطاجين رنوم بارطاجين ركعتين داين نعدد في اللاس انواليا وزري غير وذاك يخدم الكارتون روج هذا شو بغان صنيع جبالك راه تفتخرون هناك من الذين لا يؤمنون يقولون لماذا تفتخرون بدينكم وتدعوننا للدخول فيه فإن الدين بالوراثة فابن اليهودي يكبر ويشب على دين أبيه وكذلك ابن المسيح وابن المسلم فكيف نترك ديننا وهو دين أبائنا وندخل في أبائكم في دين أبائكم الله غالب أكيد مو يدونيس نحقا اللي نحرى زوار نغر الدينية تسعون الدريا الدريا تسعون الدريا الدريا تسعون الدريا الدريا تسعون الدريا نفقد نكني الدريا 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 نوي ذاك يلان دي لا بريمير فوا خثارا ام شنويا ثورا ثوطا وندي وكنا تخثارم بلاك اثن كي ثورا قليدين سلم اسمي يبو علام جوهريا قلا كابيليا قلا الجيريا قلا فريك دي نور قلا العالم الاسلامي هكا اقلي ثورا بلاك هاث جديا امنزو نغس تي ثامنزوت ايش من الاسلام بلك واحد 12 القرون از تفير نغ 13 ربي ذي العالم نتسا السنية جدي ني غامنزو 12 القرون يا غير ذفير نتسا ذا غن ازمر الدين كيا ما دين كي اللي غعبد عن ماسن كيا اللي غعبد عيسى باسكو اللي عدد سي الكريستيانيزم اللي غعبد عيسى ذميس ربي انا ازمر حالي لا الموحد خاطر لا المسيحيين قال وقت اللي قال لنا الموحدين تامن باللي عيسى ذا الرسول ذا النبي ذا مدان ماشي ذميس ربي بان ازمر حالي اللي عبد ثافوناست بالك اللي عبد الطيش لا يشري مزيغا لا نعبد يشري هكا عبد الاصنام إيه ازمر الحال انت انا الذكر ديني او ذا شو الاسلام يدي وسنا وري كذا نكي او لدات قيمه كان غفيني دجان اي مولان ايو هات كنا نعبد ما يعبد اباؤنا من قبل بدل تسيد ربي القران فاذا كيف كيف ام وين غدي قرنا كان كي كرغد ذا مسيحي ذي ملاصت مسيحي ثينو كي كرغد ذو ذي ذي ملاصت ذي ثينو كيف كيف ام جديني ويس زري غارة 13 ني 15 ني 20 غير ذفير يقلان يدم لا ديسيزيون يكشمار الاسلام هكا ومن بعد نفرار الدزيس نكني نغالي ذا الراويس ذا الرو 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 الراويس نكرد ذين سلما الحمد لله على كل حال نشكر ربي سبحانه وتعالى ولكن المسؤولية راه نتصم قرنت في اللانا باش نصوت الخيرين الغاشية اثن صوتي ويت إذ قال لي كان يقرا يعني فيسبوك هكا يوث تماري كان يستكشف مال الاسلام تترو تكشف مال الاسلام تعدى الى كارونتين قال عمري سباك تسعة واحد كارون تروا كارون كاترون ثنيا سي تلاوم فين سلمن ايوا شو الصوت مارا الاسلاميين وقبل اضو طغنكي لا جايينو ايوا شو صاريست ان بوان دانتيروغاسيون ايه ف اثن الصوت سيد المسؤوليه النغ
يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجودوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. يعني صوت أين مزمرمي في الله عز وجل، ماشي جاهدوا المعنى هذا سكين، لا، يعني غتخدم المجهود نوني وكنا تصوت من الخيرية قاشي ثليم أثي تصوت إيم ذا النطنين إيه لانت وحر من الزيس ثورة الحساب من ربي إيمانيس يون موثي وطران الإسلام ضرب رثي حسبا تريزر نثيرة الجنة ثناء جهنم نغي وتصل الإسلام ماشي سوذ مساح قانيا إسلام مشوه ضرب إذا غنى رثي حسبا إزمار الحالة ثيرة الجنة خطر الإسلام النسي وطن ماشي الإسلام انتذت أو بعثي حاكم ربك نيبغى كنيبغى هذه زهرة ديازن العمل ناس ضربين إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ونسك شمارة ولكن كني لازم نخدم أين من زمني وكنا الصوت الخير يمدني وكنا نهضر في الناس إلى غاشية أكا إن دو جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم إيه إخيار يكون ديوان شتا إخثار يكون ديوان شتا السبة يوم المسؤولية هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم أكنكم دي الصوت النبي يغلد الشهد في اللون إمن زويني اتخطب الصحابة رضوان الله عليه أخي ذا النبي ذنتيذ داعي أمنزو ذنتيذ العالم أمنزو قدين ذنتيذ داعي أمنزو قدين الصوت أوند اللهم هل بلغت اللهم فشهد يغلد الشهد في اللون باللي الصوت وند هو سيدي ربي الهدايه سيدي ربي ليكون الرسول شهيدا عليكم ومن بعد يكون وتكونوا شهداء على الناس ثورا يكون ويد المسؤوليه وانا تكمل ما بريد النبي صلى الله عليه وسلم شراوي النومي قوط الاسلام اتغلد المسؤوليه ناس هذه كمل مشوار نو بريد النبي صلى الله عليه وسلم ان ضربي القران الناس وشبحنا النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما كنت من المشركين وما أنا من المشركين شوف قل هذه سبيلي وإذا بريذيو أدعو إلى الله أبريذيو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا حد إلي كونسيون يوب المسؤولية إلا حد استقع عارم يعيش الإسلام يبرتخ يتقصير يشطاح البترو دولار تزويهين الماسين كي لي زافيون لي باطو استقع عارم استقع عارم قوم ماذا شمع يبرتخ كان يهملاس إلا حد يطني يحس المسؤولية يوطيد الخيرين الإسلام ولو كان هو يغثد في مولاني الحمد لله ولكن السبه يا ربي المسؤوليه لازم اخذ مغيني مزمره لازم ادعونا الغاشي وتعاونوا على البر والتقوى لازم 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 طول حياتي ونكي ادعو الى الله عز وجل وما نحسن قولا ندق ربي عز وجل وما نحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين كي سبحان الله يعني وكأنه إس زوار ضربي إنيك وقبلت سيني تنكيدين سلام أرثى قارا تزوخة تنكي وقال إنني من المسلمين وتحمد ضربي وتشكر تعلم باللي في الليك المسؤولية دعوة إلى الله سبحانه وتعالى والله ماشي ذلك باللي تنعي ثمثنا أنه ربي يكرمك الإسلام ربي كرمك الإسلام حمد ربي ولكن تحس المسؤولية باللي سبا يا ربي عز وجل المسؤولية أترنو تقدم الخير نكيدي وطنكني مش هذه قيمة دي نهار غوري وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله مش دعا إلى الله ربي في كيد مش دعا المعنى دعا إلى الله ذي تدعو الله ذكر أدعو الله أدعو ربكم تضرعا وخفيا ذي المعنى سيمانيس كلمة تعربت وعرنت أتزي الحرف تنقص الحرف المعنى يبدل أما الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله يعني أتغرطي الغاشية أدسن غر سيدي ربي الدغالين غر سيدي ربي أستعرفن سيدي ربي أستعرفن الرسالة ربي سبحانه وتعالى وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا يعني يبغى الدين رب العالمين باش الدعوين كتيلي صح تنجح لازم تيليت خدمة العمل الصالح ماشي توسخت
ماشي تعيش التخلف، ماشي تعيش تير الاخلاق، ماشي تسكدي بطيار الغاشيه، ماشي 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 الى اخره. ومن بعد ما رحت كتي اوكين فالور تعشت في الناس، ومن بعد رحت تهضرت لعباده في الاسلام تصاني كتي كتي راه شي باش مزيان كتي شي راه هضر. ولذلك المسؤوليه واش مثلا نارتيست مثلا نغي تعيش نقال الكفار تم قرانت دايني سنهضر دائما ويك تعيش في فرنسا امريكان قال هند قال السويد قال السويس كندا الى اخره نقارص نحاذر ثمان النون اللي يكون اكزامبلير اللي يكون دينس من ستيدت وتفوق في الحياه. روح في تمسني روح في الخدمه نجح في يدوني ثنوان بربي في الدريه نونك نقوم الحال قيمه ديزدي ديزدي انا ندير الحرمان وان الدوس في لي فالوري الهان باش اسمى لي ولا نكون ديال العباد الطنين هذا الشهوان هذا الشهوان هذا غلنا ام خنويا هذا الشهوان هذا لين دين سلمان هذا 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 منين هذا لين دين سلمان سل اخلاقي نخي سلم سل عملي الصالح سل معاملي يقوم انا من دين سن هذا غلن دين سلمان. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. يعني حتى مري لغلطك الكافر واستسرر دقان سطيط انا غير ما الا للمقدسات المسلمين وتقرعت فاكل المسلمين الى اخره وان الجهاد في سبيل الله الله غالب اي ولكن انا نهضر غير الافراد الجاري دو ذي يخدمك ذي الحاجه نديري الراس الحاجه العاليه الراس الحاجه العاليه الراس الحاجه العاليه اول العاليه الدو في الشغل اريون وصدق لو قرويس يلا حتى ذي ندم وذي عاود ذيق لارغورك ولا على بالك هاسه تسيلت السبه اتكشمت الجنه تكاراس لان يهدي الله بك مريئا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من الدنيا وما فيها خير لك من حمر النعم او النعم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اديه ذو ربي يون العبد غير الاسلام تجارك او في الجالك ديك الشيء السبه تربحت الجنه ان شاء الله ما يلوث بدل طار ما يلوث قيمة دين سلمان ما تموت ان شاء الله وسخير طار لا انا كاف ربي ولا تمنون تستكثر بلاك تزختي العاس العملية يا ربي ربي نكاع الغد نكاع الغد ثورة نو 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 خاطر قيم ترانكيل ارمدين ربي يدميك ان شاء الله تسينا بكل تواضع اركسكش من غير الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. انا نروح ادرس تقسيطنين رضوان اوقاسيا سلام الشيخ اسك سي بيرمي لورسكون بري التراويح على ميزون ابري اون اوبيراسيون شيروجيكال دو بري يلير او ميم طون لو كورون دون لي ما شكرا جزيلا اش داوي ربي الشفاء سي رضوان ان شاء الله سي الجبراني كتكرت ان شاء الله هلا هلا ما تزلط التراويح تزمرت تصدمت يعني على المصحف ديال مذهب الامام مالك يجوز ونشتيا شموري اللي باذن الله سبحانه وتعالى. ساره جوريستا قال سلام الشيخ وني خدمن لو بلاتر نير ان بونسمون ا كوز دون بليسور سور سا مان كومون كيل فا فير الوضو مقل ثايث مثلا وني سعان الحاجه شوف لا يعني تغمس مكان الوضو تغمس دويدا مكان الوضو غورنا غوذن غورنا قروي مي اللي توا غماطي كومبليا غورنا يفسن ارمادي غمران غورنا اطارا يثور الزيتين الماء تفذنين دويلا كي يدي متقن الوضوء عن الزيان تورا ما الا تسوى جرحتا نداي طنين وبعد زمير تيرا تشوشفط ذيا روح الزل ديريكت تيمم بصح ما الا اعضاء الوضوء عن الزيان ماشي الوضوء اللي غامقران ساعيت ان بونسمون ذيا ساعيت ان بلاطر ساعيت ان بونسمون يغمك في الطيخ ناكرا زمر تتوضا ساعيت الوضوء غامقران هكا زمر تتوضا توضا مره مره تو تطارو مكاني مثلا ساعيت ان بونسمون ذيا شلالي موشاني مرة حاذر وش من راه ومان ومن بعد افوسني قبز قنشي طوح ساعدي سيد شوف لا البونسمونيا ساعدي سيد شوف لا البلاترنيا يوسن تيكلتي شاطا ساعدي سيد هكا ساعدي سيد شوف لا لابوندرنيا ساعدي سيد شوف لا يعني تجبير ثنيا غار ناس الفقهاء النغ المسح على الجبيرة تلديت الكتب من الفقه تفط باب المسح على الجبيرة فإذا
أتمسحت فمكان النية وكتشمنا لو من دواس فأتو أذيو غالوين لا أمزون داقي ليميك البونسمون النية البلاتر النية الجبس النية يعني أذيو غال أمزون داقي ليميك المعنى ينس زمرت تتوضت سيسك النية بصح لو كان أذي توكس الوضو النية يروح دايا لو كان هذه توكس يعني تعديت مثلا نقلك تزولت الطهور تخنت المسحة على الجبيرة ساعتها بلاتر ذي يعني يثقبطوا فوسيك هكا ساعت ذي الجبس يثقبطوا فوسيك ذي ومن بعد تعدت فوسيك هكا مثل شلالت يعني تعدت في اللسة فوسيك ومن بعد قر طهور ذي العصر اكسن البونسمون نيا ناس تعوضتنا اكسن البلاتر نيا شي مازال يكسر الوضوء بصح مادا كسناك كان الحاجه النيه كسناك البونسمون النيه كسناك تجبيرة النيه كسناك الجبس النيه الوضوء ينك يروح لازم حاشا ما تعوضت وايض ما الى ذا البونسمون ساعه الجرح مثلا تخدم تسكيا الحاجه غير في غمن ولو كان شطيت معليش وقت وقعاله لا ما راست عوضت اتعوضت الوضوء ينك من دار وجديد وتعوضت تمسحت في اللاس باش هذه هي الوضوء ينك تمرت تزلط سيس يحزق غيد المغرب صحة الفطور نوان انملي لزكا محيا رب العالمين نجود سواء في 11 لكن نستقسيا وان شاء الله هذه هي ذين ينفع ان شاء الله اثمثنا النغ تستمثنا النغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.